ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. باب ما جاء في عقوق الوالدين. احنا كتاب البر والصلة من الترمذي. أمين أمين رضي الله عنك سامي أيها النبي المغربي. ونصحهما بك يا واتهما بعدم البر. يحتمل ويحسن إليهما، يحتمل ويغفر لهما ويحسن إليهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حميدة بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، نعم حدثنا الجريري عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. شوف قرن بالإشراك العقوق. اللهم أمين اللهم أمين رضي الله عنه، جزاكم الله خير. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس وكان متكئا فقال: وشهادة الزور أو قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك يا مصالح. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن أبي سعيد وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو بكر اسمه نفيع بن الحارث. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ هذه فيها دلالة على أن المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهذا ثابت في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. كبيرة وأكبر الكبيرة. أكبر الكبيرة طبعا هذه الإشراك بالله جل وعلا، هذه أكبر الكبائر، وهذه فيها دلالة على حتى تفاوت المعاصي في العظم. وأما الفرق بين الصغائر والكبائر، الصغائر تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، وأما الكبيرة لابد لها من توبة أو عمل عظيم في الإسلام يكفره، كما كان لحاطب بن أبي بلتعة، كان بدريا فغفر له ما فعل. نعم رضي الله عنه وأرضاه. والكبائر ليس لها حد، لا يقال بأن الكبائر لها حد. إن الإسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وقال بعضهم: إلى السبعين، أكثر منها إلى السبع. وأعظم الكبائر الإشراك بالله جل وعلا، ومنها اليمون الغموس، ومنها السحر، ومنها منع فضل الماء، ومنع الفحل، ومنها سوء الظن بالله. كل هذه كبائر بلغ بها ابن حجر إلى السبعين. هي أصلا ليست محصورة في عدد، ليست محصورة في عدد، لكن لها وصف. وأعظم ضوابط الكبائر: أولا أن يكون فيها حد، أو متوعد بها بالنار، أو بالبراءة: ليس منا من حال السلاح فليس منا، بل يتذب من جالس بالأرض المشركين. نعم. أو يصرح بأنها كبيرة، إن من الكبائر. نعم. أو نعم الحج كفر الكبائر. نعم. بل قد يكون سبحان الله بحمده 100 مرة تكفر الكبائر، هذا باستحضار القلب يعني. ومن ضوابط الكبائر أيضا أن يسميها شركا. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم قال: وعقوق الوالدين هو القطع والإيذاء. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال: لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. التوبة تجوب بكل معصية صغيرة أو كبيرة، التوبة تجوب بكل معصية. قال: وعقوق الوالدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الرجل: من أحسن الناس صحبتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وليس من بر الوالدين أن يمنعانك عن الزواج أو يمنعانك عن طلب العلم، وليس من بر الوالدين أيضا أن تأمرك أن تطلق زوجتك فتسمع. ليس هذا من بر الوالدين، ليس هذا من بر الوالدين.
نعم. والبر أن تحسن إليها وأن تجاهد في صحبتها وأن تؤدي إليها بكل ما يسعدها وكل ما يكون بالرفق واللين والبر في أتعامه. وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال وكان متكئا فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. لذلك قالوا ليته سكت. قول الزور فيها إعطاء الحق لغير حقه وفيها المظالم التي تقع وفيها أيضا الأعراض التي تنتهك. فقول الزور فيه ما فيه من المظالم العظيمة التي يحدث بها قهر قلوب الرجال. قال في الباب عن أبي سعيد أخرجه أبو داود. وقال المصنف حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. أعوذ بالله. ما بك؟ ما الذي عندك؟ رضي الله عنك وحسن الله عليك ورفع الله مقامك. نحن في رجب الآن؟ نعم نحن في رجب الآن. نعم. أنا ما أعرف الشهور لكن يعني قدر الله أن أعلم أننا في رجب الآن. نحن في رجب الآن. وهذا الاستعداد على شهر شعبان الذي هو مقدمة لرمضان ونستعد على ذلك رمضان. الله الله يتقبلنا وإياكم في الصالحين جميعا. قال النبي من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. تعجب الصحابة. الآن بيضربونه، الآن يضعونه في المسنين. الصحابة اشتد الأمر قالوا أو يشتم الرجل والديه، يعني في حد ممكن يفعل ذلك؟ فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم التفسير. قال نعم، يسب أبا الرجل فيشتم أباه ويشتم أمه فيسب أمه. أصبح الضرب والقتل. هذا سمعته والإهانة والاستهزاء. نعوذ بالله من غضب الله. زمن لا يعلم به إلا الله وما يأتي زمن إلا الذي بعده شر منه. فمن أعظم الكبائر عقوق الوالدين، ومن أعظمها الاستهزاء بالوالدين والانتقاص من قدرهما وشتم الوالدين وسب الوالدين والتعدي على جنابهما وعلى قدرهما. هذه والله الفجيعة التي ليست بعدها فجيعة. هذه فجيعة ليست بعدها فجيعة. والله يتولانا برحمته. قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، يعني يرد عليه. ولذلك المسلم الحق، المسلم الكامل، من سلم المسلمون من لسانه ويده. الفوائد المستنبطة. أفضل البر طاعة الوالدين، وأعظم الكبائر عقوق الوالدين. الوسائل لا أحكام المقاصد. يعني السبب ينزل منزلة المباشرة. يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، ينزل السبب منزلة المباشرة. بر الوالدين مقرون بالتوحيد. بر الوالدين مقرون بالتوحيد. يا رب يحفظكم جميعا. الآن لو في أسئلة تفضل، وإلا سأستأذن منكم. عندنا محاضرة الجمعة سيكون فيها أعتقد السلم. لو في أسئلة تفضل. من تعلم ثم ترك فليس منها فلتنزل تحت أفراده أيضا الأمور الدنيوية. لا يدخل تحت أفراده الأمور الدنيوية، هذا خاص بالأمور الأخروية لا سيما الجهاد والعلم. أي نعم، يكتبونه بالفرنسية أو بالهذا. أخت منعها الزكام ربي من الصيام الاثنين والخميس استخدام نقطة الأنفال. تأثم؟ لا تأثم، وإن شاء الله أجرها مكتوب عند ربي. أخته في عنا زوجها وليس لها أولاد وتريد أن تعرف هل يجوز لها قضاء فترة عدة في بيت أبيها. لا في بيت زوجها. رضي الله عنكم. من السنة الإكثار من الصلاة عليه وسلم في هذه الليلة وغدا. جزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله. إن شاء الله على موعد مع محاضرة الجامعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
جزاكم الله خيرا أيتها العبير، جزاكم الله خيرا جماعة الأسرة، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا بالولاية الأوراس. السلام عليكم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم.